الرابع من أركان الإيمان ما هو؟ أردت يا إيمان مسألة من دم. الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. بنباتوش ما من نو يلبن أردت يا إيمان مسألة. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون. إن من علان النسو يا الله باري أوتن دهانو النسو جنا يملكو. ورسل لا يكذبون. رسلات شتان من عدو أستوابلو. وأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم. الله سبحانه وتعالى لقواتشوال وأيدهم بالآيات الله ما تناكر ستواتشوال بما يوانا تأمر نقر ستواتشوال أدوا الأمانة التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى عليها الله سبحانه وتعالى يتعرباتشوال آمانة هم يدرس بات عدنسوال نصح الأمة أكمل نصح هزباتشوال باتت علي بمولو مكره وبلغوا لم يكتموا شيئا عادل سوال عندنا مال دبقوا وجاهدوا بجميع أنواع الجهاد تقلية تبالهم هلا بملا تقلوا نؤمن بأن أول الأنبياء آدم عليهم الصلاة والسلام يا نبات مجمريا آدم اندهنا إنا من أدل وأول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام يا رسولات مجمريا نوح اندهانونا من أدل وخاتم الأنبياء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يا نبي عليه الصلاة والسلام يا نبات واتشم يا مرسل واتشم مدم دميا اندهانونا من أدل كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كاذب وكافر كفر أكبر نبياتكم كما توبوا على صلى الله عليه وسلم أن يا رسولنا وإن نبينا يمر كالا كهادينا وكفرون كسلمنا من تقبل ويمي وضع نؤمن بهم بأن سلنا من الله وبمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم سمعت شون بنقرنا أننا من الله وصفاتهم بهاريات شون بنقرنا أننا من الله والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها للناس يتسطوا تأمرات الله بالنزيع منا من الله والأخبار التي جاءت عنهم كالناس يمتعون وريوات بمولنا من الله نعيد مرة أخرى الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام تقان يا أولي لقمونوك الدنيا استمرهتهم عبيد لا يعبدون يا الله باريوات ناتشو أي ملكو رسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام ملكتن ناتشو أي استبابلوم وأن الله أرسلهم الله لكواتشوان وأوحى إليهم ودنسوا وحي أردوان وأيدهم بالآيات بما يهونا تأمر ستوى تناكواتشوان أدوا الأمانة أماناتهم توطى ونصحوا الأمة هزبات شاور مكروان وبلغوا البلاغ المبين قلت وانا ما عبراراتنا عبرتون وجاهدوا في الله حق جهاده تجابيون تقل تاقلون نؤمن بهم بنا سنة من الله وبمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم سمات شاون زرزر وينقرن مننا من الله وصفاتهم بارياتات شاون مننا من الله والآيات التي يدوم الله سبحانه وتعالى بها በነሱ ላይ እያንዳንዳቸው የሰጣቸውን ማሳመኛ ማገዣ ታምራት እናምንበታለን والأخبار التي جاءت عنهم ከነሱ የመጣውን ሁላ ወሬ እናምንበታለን وأن أول الأنبياء نوح آدم عليه الصلاة والسلام نبي መጀመሪያ አደም እንደሆነ እናምናለን وأول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام የመላእክተኞች ሩስሎች መጀመሪያ نوح እንደሆነ እናምናለን خاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام صلاة هلا بهاريات يسبسبوا نبيات رسل نبي من دهون ومدم دميا دهون من الله من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كاذب وكافر كفر أكبر نبيات كما تبوا على نبينا يالا بمتا ويا رسولنا يالا بمتا كهادينا وكسلمنا من تقبلوا يمي وتا كفر الأكبر